ويطرح المزمور قبل قراءة الإنجيل باللغة القبطية، وفي ختامه يقال: هللويا. وعندما يقرأ الإنجيل قبطيا يقال في مقدمته: أو أنا نوسي لحن كي إبرتو دمجن. ويفسر المزمور والإنجيل عربيا، وتقال المقدمة هكذا: من مزاميري المزمور عربيا، ثم يقال: ترافى اللهم علينا وارحمنا وجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة وفي ختامه يقال: والمجد لله.